حياكم الله. نرحب بكم بالحلقة الأولى من برنامج مواجه الذي يأتيكم من قناة الشرقية نيوز. باختصار، فكرة البرنامج راح تكون معتمدة اعتماد كامل على الأسئلة السريعة والصعبة والمحرجة، وراح ندخل في أعماق القضايا المبهمة والمعقدة، واللي يريد يسأل وين راح تروح العصفورة نحب نقول لكم العصفورة جبناها ويانا، وهذه أولى أو أول عصفورة من عصافير مواجهة. قالت لي العصفورة: العصفورة تقول: حسب الوثائق التي نشرت والتي مرت مرور الكرام، فإن محافظ النجف منح 4 فرص استثمارية إلى مؤسسة دينية تتبع إلى التيار الذي ينتمي له المحافظ، مما أثار تساؤلات كثيرة عن هذه الفرص، وليش تمنح هذه الفرص إلى هذا التيار دون غيره، وهل تحول المحافظ من خادم لأبناء محافظته إلى خادم لتياره، وهل يخضع المسؤول التنفيذي الأول في المحافظة للقوانين والضوابط التي تحمي مصالح أبناء النجف، أم هو حاكم حزبي يدير المحافظة لصالح من جاء به للمنصب تحت عنوان المتحزبون أو لا بالمعروف؟ ولماذا يراد تحويل هذه الأراضي المميزة التابعة للشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات، إحدى أفرع وزارة الصناعة والمعادن، إلى فرص استثمارية لجهة دينية؟ العصفورة تخشى وتخاف على المحافظ أن تكون نهايته كنهاية أقرانه مثل محمود ملا طلال، ماجد النصراوي، حسن منديل، لأن من يطمع بكل شيء قد يخسر كل شيء، والأولى بالحاكم أن يكون عارفا بأحوال رعيته، يكافئ المخلصين ويعاقب الفاسدين ويستبعد الانتهازيين. لكن على ما يبدو أن الآية مقلوبة عند المحافظ، وجاي لخدمة حزبه خدمة مطلقة. حياكم الله من جديد. حلقتنا الأولى، تعرفون البرنامج هو برنامج راح ينقسم قسمين. القسم الأول ممكن عندنا حلقات راح تكون داخلية بالاستوديو، وعندنا حلقات أيضا خارجية للي يتعذر عليهم الوصول إلى الاستوديو لظرف معين. صورنا حلقة خارجية راح نعرضها على حضراتكم مقسمة إلى 3 أقسام. صورناها مع زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق السيد نور المالكي. تحدث بالقسم الأول وكان الحديث عن الكرسي والزعامة وسياسات التصدي للمسؤولية واحتمالات عودة حزب الدعوة للسلطة. هذا كله في القسم الأول من برنامج مواجهة. تابعوا ويانا هذا القسم، ومن ثم لنا عودة لتكملة الأقسام الأخرى. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مواجهة، والذي نستضيف فيه رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق السيد نور المالكي. حياك الله. أهلا مرحبا، حياكم الله دكتور رئيس. اليوم هذا الكرسي يمثل الزعامة، نقدر نقول عليك الزعيم الشيعي السياسي الشيعي العراقي؟ كل كرسي يمثل زعامة؟ يعني بعض يقول لا يقتلك تجوزا، هذا البعض يقول لا يقتلك. لا، أنا خادم وليس زعيم. خادم والزعيم. دولة الرئيس، يمكن إذا بلشنا موضوع الزعامة، هل ممكن أن تستمر الزعامة حتى بعد الخروج من منصب رئيس الوزراء أم لا؟ متوقفة على توجهات الشخص، على إيمانه بالمسؤولية التي يتحملها، المسؤولية الوطنية، المسؤولية الشرعية، متوقف على كفاءته واستعداداته الذاتية والنفسية على أن يتحمل، لأنه من يتصدى ويستمر بالتصدي يحتاج إلى قوة قلب وإرادة وصبر على تحمل التحديات. نعم، يستطيع أن يستمر، ولكن مو شرط أن يستمر بنفس المنصب أو التصدي، إنما المسؤولية فيها مجالات للتصدي.
سياسية واجتماعية. أما الزعامة الإدارية أنا أعتقد هذه مو هي الأساس. من يطلق عليه زعيم أو يريد أن يكون زعيم هو أن يكون متبني لقضايا ومصالح شعب ووطن ومسؤوليات، هذا يبقى زعيم. أما الإدارة أنا لا أعتقد، ولا تستحق الإدارة من يعمل بها أن يسمى زعيم. طيب، ممكن العودة، ممكن أن يعود حزب الدعوة من جديد إلى رئاسة الوزراء؟ ليش؟ ماكو شيء يمنع. لا حزب الدعوة غايب ولا توجد قيود تمنع حزب من أن يكون عنده وجود وعنده حضور وعنده شخصيات وعنده حالة شعبية وجماهيرية وعنده توافق مع بقية الكتل أن يعود. طيب، لماذا يغادر من يستلم منصب رئيس الوزراء حزب الدعوة وشواهد كثيرة؟ يعني يذهبون باتجاه تأسيس أحزاب لنفسهم، مثلا عندنا السيد الجعفري والسيد العبادي والسيد السوداني على سبيل المثال، اللي هو بعض المؤشرات تقول بأنه ذهب باتجاه تأسيس كتلة. الاسمين الأوليين مع كل الاحترام لهم، نعم لما صاروا بالرئاسة وطلعوا من أثناء وجودهم بالرئاسة غادروا، وغادروا بتفاهم أو ليست بمشكلة. طيب، أما الأخ السوداني فغادر حزب الدعوة قبل أن يصير، قبل أن يكون رئيس وزراء هو طلع من حزب الدعوة، ولعله طلع بتوصية أن يكون مستقل حتى يستطيع أن يتحرك. يعني كان أكو فيتو على تولي؟ لا، كان أكو أجواء تبحث عن مستقلين، أجواء داخلية وخارجية تبحث عن مستقلين وتريد مستقل قادر على أن يكون لكل الشعب، لكل القضية، لكل المصالح الوطنية. إذا يغادر الشخص حزب الدعوة تبقى متبنيات الدعوة؟ ما يتميز به حزب الدعوة أن من يخرج من حزب الدعوة يبقى داعية، يبقى داعية، يبقى بفكره، بسلوكه، بأخلاقه، يبقى مستمر، وهذا ما يميزنا، ما يميز حزب الدعوة. إلا نادرا بعض الناس دخلوا وربما دخولهم كان طارئ وسريع تغيروا، هذا طبيعي يعني لكل قاعدة شواذ، ولكن المبدأ الكلي الذي عشناه ونعيشه حاليا أن من خرجوا من حزب الدعوة أو أسسوا أحزاب رديفة استمروا على نفس الخط ولكن تغير العنوان. يعني نقدر نقول الآن السودان لا يزال داعية؟ يعني هو بالسلوك المفروض كما قلت أن الداعية من يخرج من الدعوة يبقى داعية. زين، والآن كيف تراه؟ الآن هو المفروض يبقى داعية. المفروض يبقى داعية. المفروض يبقى داعية، أسوة بكل إخوان الذين سبقوا حينما غادروا ظلوا يواصلون عملهم دعاة. طيب، لكنه دعاة مو منتظمين حلقيين حزبيين مباشرين، وإنما بالأفكار والمبادئ والقيم التي تعلمها كل واحد من عندنا أثناء وجوده بالتنظيم يبقى مستمر عليها. يعني أضرب مثل الحالة الوطنية، حينما يخرج من حزب الدعوة ما تتغير عنده الحالة الوطنية والاهتمام بالمصالح. مثلا الحالة الإيمانية، من يطلع من حزب الدعوة ما يتحول إلى فاسق أو فاجر أو كذا، وهكذا يبقى مستمر ولكنه ينقطع حلقيا. زين، اللي صار رئيس رؤساء وزراء اللي تعاقبوا بعدك هم أبناء الدعوة، ليش ما قدروا من خلال منصب رئيس رئاسة الوزراء أنه يأخذون منصب رئيس حزب الدعوة؟ في فترة احنا ما كان عندنا رئيس زين، ولا عندنا أمين عام. في زمن دكتور جعفري ما كان في حزب الدعوة أمين عام، إنما حزب الدعوة متميز بتاريخه أن قيادته قيادة جماعية زين، وقراراتها بالأغلبية بالأكثرية. يعني هذا المقولة الديمقراطية والأغلبية والأقلية نحن نعمل بها منذ تأسيس حزب الدعوة. بقى حزب الدعوة على هذه الحالة منذ تأسيسه إلى بعد فترة الأخ الدكتور جعفري. إحنا ما عدنا أمين عام، إنما عدنا صار في الفترات التي سبقت عدنا ناطق رسمي. أما أمين عام ما كان موجود. أول مرة صار أمين عام هو في فترتي بالفترة الأولى.
قرر الحزب أن يكون لنا أمين عام، لأنه التفاعل والتعامل مع الأحزاب والكتل الأخرى ومع الداخل والخارج لابد أن يكون للحزب رمز من خلاله يتم التعامل، فصار الأمين العام. تم اختيارك. وما قدر منصب رئيس الوزراء يسحب البساط من منصب الأمين العام. ولذلك قلت لك في البداية المسؤولية والتصدي وسميتها أنت الزعامة لا ترتبط بتنظيم حلقي وحزبي وإجراءات من هالقبيل، إنما ترتبط بمن يحمل الهم، من يجعل العمل الإسلامي العمل السياسي الوطني هم الدائم، هذا هو الذي يعطي القضية. ولذلك أنا طلعت من رئاسة الوزراء من 2014 لكنه يمكن ما تم عليه القرار في التمديد لأمين عام في آخر مؤتمر كان بالإجماع. طيب دكتور رئيس، ما دمنا نتحدث عن موضوع رئاسة الوزراء ورؤساء الوزراء، هل تعتقد أنك تسرعت أم لم تتكلم بخصوص استقالة عادل عبد المهدي التي مهدت لوصول الكاظم إلى رئاسة الوزراء؟ ما فهمت شنو تسرع. يعني مثلا البعض يقول الحاج المالكي تسرع بيش بالموافقة على قبول استقالة عادل عبد المهدي أثناء المباحثات أنه أنا راح أستقيل وكذا. أنا ما حضرت جلسة مباحثات ولا عرضت علي طلب رأي أو موافقة نهائيا أبدا في قضية استقالة السيد. يعني سمعناها كما سمعها أي أحد. أنا شخصيا على الأقل لم تطرح علينا قضية الاستقالة، وما كان عندنا وقتها إطار تنسيقي حتى تطرح. تفاجأت بها؟ هي كانت لها مقدمات ومقدماتها هي الذي كان يحصل من أجواء المرجعية والنقد والتصريح الذي وصل إلى حد المباشرة بالمطالبة بالاستقالة. الرجل استجاب، أما نوقشت في لم تناقش أروقتنا السياسية أو التحالف الوطني ذاك الوقت كان عندنا موجود، لا لم تناقش. حاج، هل ممكن أن تعلن مجددا استعدادك للدفاع على المنطقة الخضراء في حال حصول أي هجوم أو تعدي عليها؟ وهل انتهت المسؤولية حتى أعلن استعداد؟ ويقولون انتهت، كلما إن شاء الله انتهت وإن شاء الله ما تعود هذه الأمور، وإن شاء الله استفدنا من هذه التجربة ومن نتائجها، وإن شاء الله أخواننا جميعا أدركوا بأن هذا المسلك هذا المسار غير مقبول ولا يأتي بنتائج إيجابية لأحد، إنما يضر بسمعة العراق وإرعاب للشعب وللناس. وأنا أصور هذه مسألة مضت وانتهت إن شاء الله ما تتجدد، ولكن لو تجددت من أي طرف كان قطعا ندافع. تدافع. يزعجك التقارب ما بين التيار الصدري والسوداني؟ البعض بدأ يتحدث عن هناك تقارب ممكن أن يحصل في المرحلة القادمة ما بين رئيس الوزراء السوداني والتيار الصدري بخصوص التحالفات الجديدة. أولا هو أكو تقارب؟ حتى يرضيني أو يزعجني أنا ما سامع ولا شايف أكو تقارب، ولكن لو وجد فأنا أؤيده وأباركه. وكل تقارب يحصل بين طرفين أو أكثر من أطراف المعادلة السياسية أنا أرحب به، لأنه التشتت والتفرق أتعبنا كثير، ونريد أن نبني، نريد أن نخدم البلد، نخدم المواطن. التمزق والتفرق أضر بنا، أضر بوحدتنا. ولذلك أنا أرحب وأبارك لكل اتفاق ثنائي بين مكونين أو بين حزبين من مكونين أو داخل المكون الواحد، أي خطوة في طريق الوحدة أنا أباركه، لأنها مبدأ شرعي رسالي وطني. حتى لو كان على حسابك؟ وليش على حسابي؟ يعني مثلا البعض يذهب باتجاه هذا حق مفروض لكل من يريد أن يختار شريكة، أن يختار حليفة. أنا يجوز أتفاعل مع طرف وأتحالف وياه كما هو الآن مطروح مثلا، الآخر يكون يتقبلها ما يعتبرها أن هذا التحالف ضده، وإذا أعجبه التحالف أهلا وسهلا يجي يدخل معنا متحالفين. وإحنا أيضا إذا دعينا إلى تحالف بين طرفين أو أكثر وأعجبنا ذلك أيضا ندخل. أنا ما أشوف أكو شيء يقتضي أن يتحسس السياسي من وجود هكذا قضية، لأن العمل السياسي لا يعني من الألف إلى الياء كله على وتيرة واحدة، إنما هو صعود ونزول حسب التحديات، حسب الإنجازات، حسب الظروف التي تصنع الحدث. لكن حاجة يعني بالمحصلة أنت لم تسمع بموضوع التقارب، نحن نسمع موضوع تقارب آخر من باب التيار الصدري ودولة القانون.
هل هذا صحيح؟ وأيضا نرحب به، وقلناه صراحة في التلفزيون مرارا، أنا أيدي ممدودة ونحن والتيار الصدري ننتمي إلى مدرسة واحدة، حزب الدعوة والتيار الصدري كله يعود إلى سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، ولماذا لا نتقارب ما دمنا من مدرسة واحدة وفي مهمة ومسؤولية واحدة. نعم دائما أنا أرحب وأقول أهلا وسهلا، وما استلمت جوابا رسميا، ولكن أسمع من أجواء عامة أيضا توجد رغبة لإيجاد نوع من التفاهم، أما رسميا لم أستلم جوابا على كلامي. أنت أكثر من مرة بالشرقية ذكرتها يدي ممدودة، لكن كرسميا لم تستلم. وما زلت الآن يدي ممدودة، ولكن جواب رسمي ما استلمت. ما تسمعه من رغبة بالتقارب، أنا هذه صحيحة؟ نعم أسمع هناك رغبة من مصادر ربما يعني تحمل المعلومة الصحيحة أنه أكو رغبة، ولكن متى وكيف ومع من هذه ما عندي بها معلومة. هل ينزعج البعض من هذه من هذا التقارب؟ والله أنا كما قلت لك التقارب فضيلة ينبغي أن نعمل عليها، أما من ينزعج هذا هو مسؤول عن نفسه، مفروض بما ينزعج، ومفروض بينا أيضا ما ننزعج إذا صار تقارب بين الآخرين. أكيد حاج، أكو شروط على تولي السودان لولاية ثانية لو بدون شروط حسب الاتفاقات التي تعقد في حينها؟ لا يمكن أن يكون رئيس وزراء بلا شروط. زين. لا يمكن، لا أنا في دورتين ولا اللي قبلي ولا اللي بعدي ولا الأخ السوداني إذا أراد دورة أخرى، قطعا شروط. بعض الشروط مباشرة، مثل الاتفاقية اللي صارت. أنا كتبوا معي اتفاقية في الدورتين، والأخ محمد الشاع أيضا اتفاقية، والأخ حيدر العبادي أيضا اتفاقية. أكو اتفاقية القوى السياسية تريد أن تضمن سلامة العملية التي تنتمي إليها. هاي شروط تضمن العفو، الشروط ايش تضمن؟ ما تضمن شروط تطيني وتعمل لي، وانما شروط الاداره الناجحه للدوله. زين. وبها هذه المقولات اللي احنا دائما نهتم بها، مكافحه الفساد، الاصلاح السياسي، الخدمات، الاستخدام الامثل للثروه، رفض ان يكون رئيس الوزراء حصه لمكون او لحزب، هذه ما مقبول. او لجهه. هذه في كل الاتفاقات التي مرت وأنا شاهد عليها في حكومتين. واحدة من أهم القضايا أن لا يكون رئيس الوزراء وحتى الوزير ملكا للجهة التي رشحته، وإنما هو لكل الشعب العراقي. إذا استطاع المرشح أن يكون هكذا والله نرحب به. هل استطاع السودان على أقل تقدير خلال هذه الفترة تحقيق هذه الشروط التي اتفقتم عليها؟ هذه مسألة كنت أناقش في حينها. لا لحد هذه الفترة الشروط التي اتفقتم عليها والآن تقييمها مرهون أو ملتزم بطبيعة التحديات. يعني ما نريد نقول عنه فشل وهو قد ورث أشياء كثيرة وظروف صعبة وداعش وأمن واقتصاد، ولا نقول نجح وانتهت القضية وصارت القصة كاملة الموضوع، لأنه لا يزال الوضع يحتاج إلى مزيد من الجهد. ولكن نقول نعم الحكومة تمشي في الاتجاه الصحيح، سيما إذا كانت ملتزمة بالعقود والعهود التي توقعت بين أطراف العملية السياسية في ائتلاف إدارة الدولة. بنسبة وتناسب كم حققت نسبة إنجاز ما اتفقتم عليه؟ بس هذا ما أعرف أنا إيش قد أقدرها. زين. لكن إنجازات لا بأس بها، إنجازات لا بأس بها، ولكن أما إيش قد 60-70-90 هذه يراد لها جهاز تخطيط مركزي. زين، ولكن لن يكون هناك رئيس وزراء إذا لم يكن هناك شروط واتفاقات مسبقة. أكيد. تمام. يعني بغض النظر عن الأخ محمد الشاع، لو أعطى رسالة أنه هو لحزب واحد وأنه شيعي للمكون الشيعي وأنه كذا، طبعا هذا ما حد يقبل، لا نحن أكيد نقبل ولا الآخر يقبل. ولكن إذا أعطى رسالة إيجابية للأطراف المشاركة التي هي تأتي برئيس الوزراء، رئيس الوزراء لا يأتي إلا بتوافق، بتفاهم، بتحالفات. ولذلك كان دائما أقول إذا فقدت التحالفات مهما تكن مقاعد الذي يأتي الذي يشترك بالانتخابات لا توصله إلى النتيجة، ودليلها آني بالدورة الثالثة 103 مقعد ما صرت رئيس وزراء، لأنه ما في تفاهم، ما في تحالف، وكانت عندنا مشاكل وتحديات. بينما الآخرين أيضا تيار الصدري أخذ 73 مقعد بس ما صار.
ولكن مصطفى الكاظمي بلا مقعد ولا مقعد واحد. الرهان على المقاعد هو رهان خسران. خسران. يعني من رهان. يريد رئاسة الوزراء أو يطمح لولاية ثانية هو بالاتفاقات. اتفاقات. نموذجه أنا هذا شاهد أمامك. تمام. 103 حتى أن السيد رئيس الجمهورية آنذاك فؤاد معصوم في هذا المكان كنا قاعدين ونتابع التكليف يكون بكرة يكلف. يا بشنه أنت وين وصلت؟ قال والله أنا ما عندي خيار. الكتلة الأكبر دولة القانون 103 كلها بالإجماع منتخب المالكي والمالكي عنده تجربة ورجل مناسب ما عليه إشكال، فما عندي إلا أختار المالكي. مرت الليلة تغيرت الأمور، دخلت قضية الخلافات والتنازعات فغيرت التوجه، وإلا كلامه كان في الليلة إلى حد الساعة 11-12 أن الكتاب مطبوع ويحتاج فقط توقيع. تغيرت التحالفات، تغيرت التفاهمات، تغير القرار. كل زين. بسؤال أخير على مود وراها نطلع من المكتب نروح نتمشى شوية حجي. من هم أكثر إخلاصا للعملية السياسية؟ الجيل الأول أم الجيل الثاني الذي ظهر قبل 5 سنوات على أقل تقدير؟ والله خاف يزعلون من عند الجيل الثاني. لا والله بصراحتك. بصراحتك. والله الجيل الأول إنما يشار إلى بأنه أكثر جدية وأكثر حرقة وحرص وإخلاص لأنه واكب الصعوبات التي مر بها العراق. الجيل الثاني ما مر بالصعوبات اللي مرينا بها، السجون والملاحقات والمعتقلات والهجرة والغربة وإلى غير ذلك من أمور، إعدامات كثيرة. الجيل الثاني يعني تقريبا تمهد له الطريق فما عاش تلك التجربة تلك التحديات. الآن الجيل الثاني أغلبهم إذا سئل ماذا ما هي كانت سياسة نظام حزب البعث في إدارة الدولة ربما ما يعرفها، لكن إحنا حافظيها فقرة فقرة، حفظناها من خلال المعتقلات من خلال السجون من خلال الغربة والهجرة. فقطعا دول اللي تحملوا في تلك الفترة الصعوبات أنا أعتبرهم أكثر حرصا لأن جهودهم هذا، على الأقل يكونوا حريصين على جهودهم. وهذا لا يعني أنه الجيل الثاني ما بي من الناس الذين يمتلكون هذه الحرقة والحرص، لا والله أكو بيهم شباب. أكيد. أكو بيهم شباب جيدين متفاعلين ملتزمين، وأيضا أكو بالجيل الأول بعضهم أيضا ما ملتزم. أكيد. لكن اللي فهم نفته من حضرتك أنه الجيل الأول هو أكثر إخلاصا، يعني أكثر باعتبار هو أدار عملية صعبة. صح. شفتوا يا يعني القسم الأول اللي يتحدث واللي كشف عن موقفه من التقارب بين السوداني والتيار الصدري وانتظاره لرد التيار رسائله السابقة التي وصلت إشعارات بخصوصها واللي ممكن أنه استلمها بطريقة غير مباشرة. أما القسم الثاني فهذا القسم مهم جدا لأن راح يتحدث به المالكي عن العملية الانتخابية وأسماها انتخابات الفلوس والمصالح وكيف ولدت فكرة المطالبة باستقالة المسؤول التنفيذي، شلون تولدت هذه الفكرة بخصوص استقالته قبل 6 أشهر من الانتخابات النيابية أو انتخابات مجالس المحافظات، وهل يمكن إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام، وكيف سيتم تعديل قانون الانتخابات بعيدا عن المتمنطقين، وهل توجد تخريجة قانونية لاختيار رئيس البرلمان؟ المالكي يجيب عن كل هذه التساؤلات في هذا القسم. تابعوا يانا وهذا أعتقد هو قسم مهم جدا. حياكم الله من جديد ونجدد الترحيب برئيس الوزراء الأسبق السيد نور المالكي. حياك الله حاج. حياكم الله. مرحبا. هذا شوي حوار خارج عن المألوف. ها هو كل هالحلقة خارج عن المألوف اليوم. زين أقول ما ألفنا هذا في الحلقات السابقة. أنت ما طالع بالحديقة ولا تصوير صح؟ لا أول مرة. تمام. خلي يكون هذا بارتنا شوية بارت مهم. زين. بالحديث عن موضوع رئاسة البرلمان. تعرف اللي صار برئاسة البرلمان بالجلسة. موضوع معقد. ولكن ما تحدث به النائب الأول أو رئيس مجلس النواب بالإنابة قال لن أعقد جلسة إلا في حال الحصول على توافق بشخصية لشخصية واحدة. تتفق مع هذا الرأي؟ أعتقد قبل أن نصل إلى هذا الكلام الذي تفضل به الأخ رئيس المجلس بالنيابة عندنا مشكلة معقدة في اختيار رئيس المجلس. لا نريد أن تستمر هذه المشكلة.
نريد المجلس يتكامل برئاسته وبتشكيلاته، نريد أن نقضي على ظاهرة اللغط أن هذا الموقع سني والشيعة أخذوه، وهي القضية ليست هكذا، وإنما معروف الذي حصل من تغييرات في رئاسة المجلس، وكنا حريصين على أن تعقد الجلسات وتتم الانتخابات، وصارت الجلسة الأولى ولم يفز أحد من المرشحين، وطلع أحد المرشحين ورادوا يضيفون مرشح بديل، ورفض الأطراف السياسية فتح النظام الداخلي لإضافة واحد جديد، وأثبتنا أيضا مرة أخرى إحنا حريصين على أن تتم العملية الانتخابية، وصارت الجلسة الأخرى وانتهت كما انتهت الجلسة الأولى بالمواجهات والمشاكسات والضروب، صورة مأساوية حصلت في الجلستين. من هنا جاءت كلمة الأخ رئيس المجلس أنه أنا بعد ما أعقد جلسة، القضية مو عملية، إحنا ما نسمح لا إلى ولا نسمح لأنفسنا أن نبقى محافظين على برلمان بوكالة يدار، إنما أن تتكرر هذه الظاهرة، ظاهرة الضروب والاعتداء والغلط معيبة، وصارت هاي يعني جلستين تختم بهذا التصرف. فكلام أنا أيدته، قلت والله حقه، لأنه أيضا يعقد جلسة ثالثة وهم يصير بها مواجهات وضرب وشتائم وكذا، فقلت والله صحيح أخواننا أنتم أصحاب المنصب اقعدوا اتفقوا بيناتكم، أما أن تتفقوا على واحد من المرشحين الموجودين وإما أن تتفقون على آخر غير مرشح، وإحنا نعمل لفرد إخراج قانوني وندخله للانتخابات ويفوز وكل إحنا نطيل أصوات، المهم اتفقوا ولا نشترط أن تتفقوا 100%، وإنما الأغلبية منكم تتفق على مرشح واحد ونحسم الموضوع. فلما تحدث بكلمة أنه ما أعقد الجلسة مو عملية الريد أو هو يريد يبقى مستأثر بالمنصب، وإنما من يريد نتعرض مرة أخرى إلى هذه الظاهرة في البرلمان، الأخ مسعود البرزاني أيضا من جانبه أيد، قال أنا أيضا ما أقبل أحضر إلى مجلس النواب بعد إذا ما صير اتفاق على مرشح واحد. أنا هم قلت والله ما نحضر بعد إذا ما صير اتفاق على مرشح واحد. نقدر نقول إجماع؟ يعني أنا هسه ما مستقصي كل الآراء، ولكن أعتقد الإجماع. الإجماع. لأنه الكل ما راضي على هذه الظواهر وأمام العالم على شاشات التلفزيون يصير اللي صار. هل سمعتوا؟ وشفت أنا العسكريين يدفعون بالنواب. أنا يعني هذه إهانة للمؤسسة التشريعية واختراق للحرم التشريعي. تشريعي. نعم. حاج يمكن بالمحصلة هذا الموضوع راح يجرنا إلى موضوع البرلمان والتشريعات وإلى غيره. هل لازلت متمسكا برأيك بخصوص أنه أن يستقيل المسؤول التنفيذي قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات؟ والله إحنا بالانتخابات الأخيرة بدت عندنا ظاهرة واضحة. الأخوة الذين شاركوا في العملية استأثروا بكل الأموال والإمكانات الموجودة تحت تصرفهم، سواء كان وزير أو محافظ. والانتخابات هي حكمتها أنها كاشفة لتوجهات المجتمع وللإرادة التي يمارسها الناس. هذه الانتخابات كانت انتخابات فلوس ومصالح وامتيازات وتوزيعات وإلى غير ذلك، يعني ما كشفت حقيقة عن توجهات الناس، إنما أستطيع أن أقول الأموال التي جاءت بالتصويت فأحدثت خللا. هذا الخلل صار تداول به فيما بيننا، هاي شلون نعالج القضية هذه إذا استمرت، بمعنى ستنتهي حكمة الانتخابات. فجاءني أحد الأخوان، سما أحب أذكر اسمه يجوز ما يرضى ولو أنا ذكرته، فكان يعني قلقاً وقال هذه القضية ستتطور وهذا بالنتيجة تقضي على روحية الانتخابات وإرادة الناخب والمرشح، لا الناخبين متساوين ولا المرشحين متساوين. فقال أكو معمول ببعض الدول، وذكر أحد الدول المجاورة، أن التنفيذي يستقيل قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات حتى لا يتم استغلال. حتى لا يتم. قلت له والله خوش فكرة. قلت له موجودة؟ قال لي موجودة. حتى بإيران موجودة حاليا وفي دول أخرى موجودة. والله زينة هاي، ما بيها حيف على أحد. يحب يستمر بالمنصب مالته يستمر. لا يحب يرشح انتخابات. يحب يرشح خلي يستقيل. وهذا مو ظلم لأحد. تمام. هاي عدالة. عدالة وحفاظ ل يعني إرادة العملية الانتخابية. فأنا وافقت، قلت والله موافق. والآن أيضا أنا أعتقد ضرورية جدا إذا أردنا أن نحمي كرامة وحرمة العملية الانتخابية. من أيدك من داخل الإطار التنسيقي؟
والله أنا هو الأخ اللي طرحها علي أحد المعنيين بالإطار التنفيذي التنسيقي ونحن مجموعة من الأخوان الموجودين يؤيدون هذا. يعني أكو أغلبية؟ يكاد يكون الأغلبية بس فهمت عند البعض أنها تستهدف فلان. يا بس جاي يقول لك أولت بأنه استهداف السوداني. السوداني لو واحد يقول تستهدف محافظ كربلاء، واحد يقول تستهدف محافظ البصرة، واحد يقول تستهدف محافظ الكوت، واحد يقول تستهدف وزير العمل. القضية قضية عامة، انتخابات يجب أن تكون محمية وألا تستثمر أموال الدولة في كسب الأصوات وكسب الناخبين. جيد. أبدا ما مستهدف. وأنا تكلمت وياك بالبارت الأول قضية بالذات رئاسة الوزراء ما معتمدة على عدد المقاعد أتفهم. إلا إذا راد يجيب فرد 100 صوت 200 صوت 200 إيه؟ مثلا 200 هاي تختلف عن تمام يقدر يمشي بدون أن يعني يطلب تأييدي وتأييد فلان وفلان كل. لكن هذه مستحيلة موجودة وبالذات الانتخابات القادمة ما راح تكون هالشكل. فاللي يجيب 30 40 50 لا يعني أنه ضمن أنه مرشح ما لم يكن هناك تحالف. القضية ما مقصود بها أحد. لا احنا فهمناها بالبارت الأول، لا ولاية ثانية إلى ما كانت هناك اتفاقات، الولاية الثانية مهمة اتفاق. وأقولها للأمانة أخي اللي إجا طرح الموضوع علي ما كان يقصد بها لا سوداني ولا غيره، إنما يقصد العملية كلها التي حصلت شلون استخدمت بها الأموال والآليات والدعايات تمام. طيب حاج، إذا أردت نتحدث عن البرنامج الحكومي، البرنامج الحكومي بفقرة واضحة إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد 6 أشهر من تعديل قانون الانتخابات، شو ما حد يحكي بها؟ لا فيها كلام كثير. الآن بالآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة اشتد الكلام على قضية الانتخابات المبكرة باعتبارها وردت في برنامج الحكومة كما ورد في البرنامج قضية العفو العام، وورد في البرنامج قانون المحكمة الاتحادية، هذا أيضا كنا نتوجه لها. أكو مجموعة أمور أساسية وردت في برنامج الحكومة يجب أن نتوجه لتنفيذها، والحرص على أن تكون الحكومة في برنامجها ملتزمة ونحن الذين جئنا بالحكومة أيضا ملتزمين. فمسألة الانتخابات المبكرة أنا كنت أقول نعم نحتاج انتخابات مبكرة، ولكن الانتخابات المبكرة تحتاج أن البرلمان يحل نفسه. بعدين راجعت واستذكرت المواقع والمحطات التي مرت، ما يحتاج البرلمان يحل نفسه، البرلمان يستمر إلى ليلة الانتخابات. من يصير الانتخابات البرلمان ينحل أوتوماتيكيا، فما يحتاج أن البرلمان يحل نفسه. كانت العدة العقدة هاي أنه من يحل البرلمان، البرلمانيين ما يحلون نفسهم. فتبين لي أنه لا يحتاج إلى حل البرلمان، إنما يستطيعون قبل أسبوع قبل شهر أو إلى ليلة الانتخابات البرلمان موجود ومستمر وامتيازات الأخوة صلاحياتهم مستمرة. فما دامت هذه القضية لا تؤثر أنا أدعم وأؤيد الانتخابات المبكرة. تدعم وتؤيد وأؤيد. ويوجد إلى جنبها أيضا قضية الدوائر المتعددة أيضا عليها جدل موجود حتى عندنا في الإطار وفي ائتلاف إدارة الدولة بالذات أغلب نوابنا يتبنون الدوائر المتعددة. وأنا سئلت حول هذا الموضوع، هل موضوعين سئلت بهن أنه شنو رأيك تأيد انتخابات مبكرة؟ قلت لهم في وقتها قلت لهم لا، قلت لهم أؤيد ولكنها غير ممكنة لأنه كن نحل البرلمان والبرلمان ما يحل نفسه، ستبين أنه ما يحتاج حل البرلمان. فإذا أؤيدها. أما الدوائر المتعددة التي جرت عليها الانتخابات فيها حيف كبير لأنه لم تقم على أسس علمية، هاي الدائرة وعدد نفوسها وعدد أعضاء البرلمانيين أو النواب. فقلت بصراحة للجهة التي سألتني أنا أوافق على الدوائر المتعددة ولكن ليس 83 دائرة صارت أخذ هذا الشارع وضيفة صيغة أخرى، فد مثلا الفلوجة والرطبة 300 كيلومتر في الديوانية شنافية ودغارة كذا، هذه مو طريقة. وأنا في اعتقادي لو تجرى عملية محاكمة عادلة في المحكمة الاتحادية يمكن تلغي الانتخابات، لأن ما إلى أساس، إنما مثلتها أنا مثل واحد ماسك له مقص ويقصقص بقطعة قماش. صحيح. ولكن قلت إذا لابد من وجود دوائر متعددة أنا أقبل بها على أن يكون بغداد مثلا كرخ ورصافة، وإذا تقولون رصافة كبيرة وكرخ خلي يصير 2 ب2. حلو. الموصل أيسر وأيمن، البصرة كذلك، ناصرية، حلة، كل المحافظات صالحة على أن تكون جانبية. هاي رد لها وقت.
لا ما يخلط هذا آه. سهلة لا يعني مثلا بالبرلمان وقراءة أولى وقانون وكذا اي صحيح تحتاج لكنه مو صعبة مو صعبة لا لا جدا سهلة بس إقرار هذه خلص يعني من يقول كارخو رصافة هو محسومة أكيد ماكو تداخل بينهما زين فأيضا أنا أوافق على قضية الدوائر المتعددة ولكن بهذا المعيار أنه تنقسم المحافظات الكبيرة إلى 2 وأقصاها بغداد إلى 4 يعني بالمحصلة دولة الرئيس نتحدث اليوم عن أنه هناك شبه إجماع نعم. على موضوع الانتخابات المبكرة لا ها ماكو إجماع ماكو إجماع لا ولكن أكو قبول أكو قبول ماكو رفض واضح أو أكو قبول لكنه ما متبلور الموقف بشكل نهائي أنا أتحدث عن موقفي زين أو موقف دولة القانون نريد انتخابات مبكرة في أقصاها نهاية السنة نهاية السنة نهاية, نهاية 24 أي. باعتبار أنها فقرة في برنامج الحكومة أكيد. ملزمين بتنفيذه أكيد. أريد دوائر متعددة ولكن مو كالطريقة التي تمت وإنما بغداد دائرتين بصرة موصل كذا شيء وأريد قانون يمنع التنفيذي في أي موقع تنفيذي إن كان طبعا واحد يقول لا مو هذا من حقه الانتخابات هي بالحقيقة إحنا الآن الخارج قد بي عدد عراقيين قانون انتخابات منعهم من الترشيح من الانتخابات القضاة ممنوعين من الانتخابات صحيح. إلا يستقيلون العسكر ممنوعين من الانتخابات إلا يستقيلون فالقضية مو مثل ما يتحدث عنها بعض الكتاب المتمنطقين بالكذا شيء أن هذا مواطن وشون هي لمنع استغلال المنصب لمنع استغلال المنصب وهي معمول بها ليش الآن إحنا نمنع الضابط الضابط ممنوع إلا يستقيل زين يعني بالمحصلة القاضي ممنوع إلا يستقيل إيه أكيد هاي بالقانون موجودة لكن بالمحصلة نهاية السنة أنت تؤيد إجراء انتخابات مبكرة نيابية نعم. في نهاية السنة نعم. نقدر نقول أكو قبول بنسبة 60-50% والله بهالحدود زيد تقل إحنا ما نقدر نتحدث بأرقام قطعية ولكن هي المدخل إلها أنها مفروضة باعتبارها واردة في قانون في برنامج إدارة الدولة جيد كله زين يمكن بدأ الغروب ينزل ايه نتعبناك اليوم ايه عندنا بارت أخير ها بارت أخير حتى نكمل تفضل أما في القسم الأخير من الحلقة التي أجريناها مع السيد المالكي فإنه تحدث عن العلاقة بين المجسرات والأصوات ومفاتيح الحصول على المقاعد والفيتو الذي قد تفرضه أو تفرضه القوى السياسية على التعديل الوزاري ونفس الوقت هو أبدى رفضه لاقتحام المطاعم وانزعاجه من أحداث التي حصلت في ذي قار واختتم حديثه عن مصير التطبيع في العراق تم حياكم الله من جديد ونجدد الترحيب بك دولة الرئيس تؤيد أو تعتقد بأن هناك محاولات للتوظيف الانتخابي بخصوص موازنة المحافظات أو الموازنة العامة هناك من يريد توظيفها انتخابيا بس أنا ما أريد أتهم أحد يريد توظيفها ولكن أخشى وأحذر من توظيفها لأن هذه حقوق الناس من نقول هاي الموازنة موازنة المحافظة الفلانية يعني حقوق أهل المحافظة خدماتهم يعني طرقهم جسورهم مستشفياتهم مدارسهم فأي توظيف نتحدث عنه لصالح الانتخابات يعني سيزحف على مصالح الناس ثانيا هي الموازنة لما تقر من مجلس النواب وتوقع من رئيس الجمهورية وتنشر في الوقائع العراقية أصبحت موزعة المحافظة لها موازنتها استثمارية وتشغيلية والوزارة والهيئة فلا يجوز لأي طرف أن يتلاعب بها بعد إقرارها وتوزيعها من قبل البرلمان مسألة الدخول على الخط والتدخل في هذا الموضوع يثير إشكال البعض يقول ما يعرفون يشتغلون مثلا بالمحافظات نحن لا نتهم محافظاتنا أنها ما تعرف تصرف موازناتها واحد يقول ما يتمكنون يصرفوها نعم سابقا كان الموازنة اللي نطيها ترجع من عندها 40-50% والسبب معروف لأنه كانت الظروف الأمنية ما تسمح والشركات ما تدخل وما تجازف فزود الموازنة أما الآن المحافظات تنفذ كل الموازنة وإذا تعطيهم إضافة هم ينفذون يبقى إذا أكو خلل بالتنفيذ أكو فساد بالتنفيذ هذا موكول إلى مؤسسات دولة إحنا دولة
عندنا ديوان الرقابة المالية مسؤول، وعندنا النزاهة مسؤولة، وعندنا رقابة مجلس الوزراء على المحافظات أو على مجالس المحافظات يراقبون المحافظ، فالمراقبة موجودة. إذا ثبت عدم خبرة أو ثبت فساد يحاسب بالطريقة، أما أن يصير تلاعب أو توظيف للموازنات أعتقد هذه قضية نقف عندها كثيرا ونرفض حتى لا يصير حيف وإجحاف بحق المواطنين. دكتور الرئيس، يمكن تتفق مع من يقول بأن الخدمات المقدمة في هذه الحكومة هي تكاد تكون قريبة من قانون البنى التحتية الذي أراد المالكي تمريره في الدورة الثانية. لا، يختلف ذاك. ذاك القانون انطرح في أثناء الأزمة التي ضربت العالم، بدأت من أمريكا أزمة العقارات وضربت العالم كله، واضطرت دول كثيرة وكبيرة، اليابان وأمريكا والدول الخليج، أخذت من احتياطيها، والاحتياطي ما يأخذون من عند الحكومات، لكنه لما الأزمة استفحلت فباتت الشركات ما عندها موارد للعمل حتى تغطي نفقات العاملين اللي عندها موجودين، فكانوا يبحثون عن فرص، ولذلك عرض علينا فرص للإعمار والبناء وبفوائد جدا عادية، واحد وأقل من واحد، والمؤسسات المالية الدولية هي التي تدفع للشركات التي تنفذ، ونحن نعطي للمؤسسات المالية. والاتفاق اللي صار نفط مع كوريا ومع الصين ومع اليابان ومع ألمانيا، شركات رصينة، شركات رصينة ينفذون حسب طلب الحكومة العراقية. والمؤسسات المالية الكبرى، أنا رحت وقعت ويا هذه الدول كلها مؤسسات المالية، هم يدفعون للشركات وإحنا ندفع لهم نفط لتسديد ما المستحقات علينا. قانون البنى التحتية تخصص إلى 77 مليون مليار دولار، وشمل مختلف مجالات الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي آنذاك، وربما أن التوجه الموجود به أيضا توجه نحو الخدمة، ولكن السياق يختلف. السياق شركات تعمل ومؤسسات دولية تعطي تسدد، ونحن ندعم أو نسدد للجهات المالية الكبرى. هو كان عدم تمريره خوفا من حصولك على مقاعد أكثر، صح؟ قالوها صراحة. حتى أن أحد النواب الكرد قال لأحد المعترضين، وهي مشت لأنه ما بها شيء، فت خدمات بلا فوائد وتنقذ الوضع في العراق، رقم 1 2 9 فقرات من 13 مشت، قاطعوا الجلسة، كسروا النصاب، وقفت العملية. اللطيفة بها هذا الأخ الكردي يقول لي عاتبوني أنت ليش تصوتون، احنا متفقين ما ندعم حكومة المالكي. يقول قلت لعمي هاي مو حكومة المالكي، مدارس 7500 مدرسة، جامعات، ميناء وطرق. قال لا. يقول قلت له زين المالكي عنده 7500 ولد حتى يحطها بالمدارس والجامعات. قال لا. احنا يقول قلت له زين خلي نوافق على المشروع ونكتب بالقانون، هسه ماكو هيك شيء، ولكن نكتب بالقانون ينفذه من ياتي بعد المالكي. قال لا، حتى هاي يستفيد منها المالكي. فتصور يعني مثل هكذا منطق، يعني كيف يمكن تحقيق الخدمات؟ لهذا انا ادعو حاليا ان لا تعارض او ان لا تضع الجهات السياسيه والكتل والاحزاب عقبات في طريق عمليه الاعمار. هسه نشترط وكلنا يطلب ان تكون نزيهه، ان تكون ضمن السياقات، ان لا تكون كذا، هذا صحيح. التعاقدات يجب ان تكون تعاقدات وفق السياقات، لكنه أصل معارضة هذه حتى لا يستفيد من عدها فلان الوزير أو رئيس الوزراء أو المحافظ، هذه أنا أعتبرها يعني إجحاف بحق المواطنين قبل أن يكون إضرار بالمتصدي. لأن هي بصراحة المجسرات تجيب أصوات أو مقاعد؟ والله أي خدمة تقدم تجيب. تجيب أي خدمة تقدم للناس، الناس محتاجين، بدون يشوفون خطوات إعمار وبناء تمشي، جسر، طريق، كلها تحقق، لكن هي هاي تحسم؟ لا، ما تحسم. المجسرات لا تحسم، المناصب. لا، أقول هذه الخدمات اللي الآن تصير شارع وجسر وفلان ومدرسة تحسم الخيار؟ لا. هسا بعضهم يقول أنه المالك شلون أخذ 725,000 بغداد؟ أي. ما كانت بغداد اعتمدت على جسور، أنا سويت 30 مجسر في بغداد، مو مجسر واحد، و13 بالبصرة، حتى هذا جسر محمد باقر الصدر على شط العرب،
إنما أكو أحداث كبيرة ساهمت في خلق وعي شعبي جماهيري، منها مثلا إخراج القوات الأجنبية من الأرض العراقية، هذه إلها صداها الشعبي، مثل إعدام شلة صدام ومجموعته الذين فجعوا قلوب الناس، منها إخراج العراق من الفصل السابق، منها زيادة كميات النفط المستخرج والمصدر وزيادة عائدات الدولة. أكو قضايا كبيرة حصلت وانعكست على حياة الناس، على تعييناتهم، على رواتبهم، على خدماتهم. هذه هي اللي تجيب قناعات، أن تتوفر عند الناس قناعات بوجود عمل لخدمتهم. يعني تعتقد بأن الخدمات اللي قدمتها هي ما جابت أصوات مثل ما قدمتها من يمكن تفاصيل استراتيجية تحركت عليها؟ مثلا من يكون عندنا كذا ملعب بنيناها من هالمدينة الرياضية، خو الشباب دول يعتبروا هذه بالنسبة لهم مكسب. من نقول مستشفيات هاي الكبرى اللي سويناها، الناس أيضا تشوف المستشفيات، ولو احنا تركنا المستشفيات 95% جاهزة، 5% ما تمت، وبعض اللي حد الآن هاي كم حكومة جت ورانا بعضها لحد الآن ما كملت 100%. جلها إذا فتحت المستشفى تحسب لك لو للي جوا لك. هسه هي القضية تحسب إلي لغيري، المهم أن يصير أمام الناس مستشفى. أي. يعني فقط المستشفيات الأساسية التعليمية 10 على 600 سرير، 6000 سرير. صحيح. مش قد تسهل قضايا المرضى والمواطنين. فالمهم أن المواطن يستفيد. طيب دكتور رئيس، تؤيد تعديل وزاري لو إحنا ما راح نلحق رايحين الانتخابات مبكرة؟ والله هذه تعتمد على تقديرات رئيس الوزراء. زين. عنده إشكال على وزير من الوزراء، إما بفشله أو بفساده، أو إذا كان عنده مثل هكذا تصور كون يقدم لنا إياه. زين. ويقول هذا الوزير الفلاني علي الملاحظات كذا وكذا كذا. بس حساب عرب إذا انتخابات نهاية السنة وإحنا بشهر السادس. مثلاً هسه هذا يبقى حسب تقديراته هو. زين. طريقة التغيير الوزاري يكون يصير عليها اتفاق. بين القوى الأساسية اللي عندهم وزراء أو اللي هم ساهموا في تشكيل الحكومة. رئيس الوزراء صلاحيته أن يقدم لمجلس النواب طلب بتغيير الوزراء. إذا كان بالتفاهم مع الكتل والقوائم راح يمشي بسهولة التغيير. مثل ما أنا ردت أحذف 11 وزير دولة لأن فرضت علي في وقت الحكومة الثانية، 11 وزير دولة رحت البرلمان حذفتهم. ليش؟ لأنه كنا متفاهمين أن ماكو داعي لهذا العدد من وزراء الدولة اللي ما عندهم شغل موجود. فإذا كان اكو تفاهم بين القوى السياسية وطرح الموضوع على البرلمان للتعديل الوزاري والتغيير يمشي بسهولة، ولكن طرحه بدون تفاهم ما يمشي. بدون تفاهم لأنه سيدافع، كل يدافع عن الوزراء المعني بهم. طيب دكتور رئيس، هل ترقى عمليات اقتحام المطاعم والوكالات الأجنبية إلى جرائم إرهاب؟ والله هذه عملية مرفوضة، وهذه قضايا مدنية، وهذه المطاعم هي ملك للعراقيين، الناس الكسب، وأنا أعرف أحدهم رجل عايش على هذا المطعم. والله ما أدري في سلسلة المطاعم الموجودة تنتهي إلى مطعم أمريكي، وإذا كان يعني كمطعم وعراقيين مستثمرين وحقوق ناس، يعني ما أجد مبرر للهجوم هذا اللي حصل وتكسير وتقريب، وهم عراقيين وشركات عراقية، أبدا ما مقبولة هذه. زين، قبل أيام عندنا حادثة صارت بالذيقار، أيضا حوادث أمنية جاءت شهدها مثلا، هل تؤيد أنه هناك طرفا ثالثا يحاول إثارة الفوضى في الناصرية؟ هو المسموع عن الناصرية أنها دائما تهيئ لأحداث. صح. فمن يجي حدث مفاجئ يضيف الاحتمالية أنه هناك احتمالات التطور. الذي حصل بالناصرية واحدة من الأمور الخطيرة هو التصدي لأصحاب العقود الذين تظاهروا أمام شركات النفط المطالبة بتثبيتهم. والحقيقة أنا تبنيت هذا الموضوع ودافعت عنهم كثيرا، وطالبت وزير النفط وطالبت الأخ رئيس الوزراء، وقال لي راح أتكلم أنا مع الوزير وأتكلم مع اللجنة المالية لتثبيتهم. وتثبيتهم ما يكلف الموازنة، لأن هم رواتبهم تمويل ذاتي مو من الموازنة، تمويل ذاتي. فقلت إذا تمويل ذاتي ليش ما تثبتوهم وهم مستمرين بعملهم؟ فوعدنا الرجل أنه يثبتوهم، ولكن هم طلعوا مظاهرة وكان التصدي لهم يعني مزعج جدا، ولابد الصور شوهدت، دماء وتكسير وضرب وقسوة شديدة. وأنا من هنا أقول أطلب من الأخ رئيس الوزراء أن يحقق في الذي حصل.
نعم يمنعوهم لو كانوا هم جايين يردون يخربون، نعم كنا نمنعهم، لكن جايين فقط يعبرون عن مطلب التثبيت يعاملون بهذه الطريقة، أنا أعتبر هذا خرق لحقوق المواطن. لا عفوا حاجة، أنا رجوعا على السؤال الأول اللي سألتك إياه مال المطاعم والكذا، اي رجعت عليه بعض يربطها بالوجود الفصائل والوجود الأمريكي هو هذا، إحنا مهما عبروا عنها من الذي خلفها، هذه مصالح لمواطنين عراقيين لا هي عسكرية ولا هي مخابراتية ولا هي كذا، فتكسيرها وضربها وتدميرها تدمير لمصالح مواطنين ما ممكن يكون مقبول هذا. طيب حاج، هل هناك من يريد أو يسعى للتطبيع مع إسرائيل؟ اللي بالعراق يسعى للتطبيع مع إسرائيل قيحرق رأسه ولا ينقص خشمه. العراق لا يطبع. طيب العراق سألوني مرة، جاني أحد وزراء الخارجية وطرح علي موضوع عرفت من خلاله أن الفكرة تطبيع، مسكت إيده قلت له أسكت هذا الموضوع أمامي للطرحة، قضية إسرائيل وتطبيع للطرحة أمامي، وما أجد من يتحرك للتطبيع. نعم طلعوا عندنا واحد اثنين راحوا لإسرائيل إجوا، لكن لا يشكلون تيارا لا عند الشيعة ولا عند السنة ولا عند آخرين، حتى الأكراد هم يفهمون موضوع التطبيع أنه خط أحمر. العراق لا يطبع. عرف إحنا بنهاية كل حديث من خلال سلسلة اللقاءات اللي أجريها مع حضرتك تتفارد عندي ببالي هيك أسئلة، ما أدري منين تجيني هيك صدفة تجيني. فأس تتفارد عندي السؤال. أسئلة له مشاغبات. هي مشاغبة. سميها أسئلة، أنا سميها أسئلة. أيهما أحب إلى قلبك؟ ابنك أم صهرك؟ ابنك حلوة. أم؟ ابنك إيه؟ أم صهرك؟ والله هو صهري أم ابني؟ وابني ابني. زين. هذاك ابن بالنسب وهذا صهر بالانتماء، فإذا كان الصهر أيضا شريك بالنسب فأنا أعتقد واحد. وهكذا أنا أمر لهم. جيد. أنت يمكن أنا جيت مطمئن. شلك بها يا سالم. مطمئن تماماً إنك إذا أسأل حجي راح يجاوبها راح أصدر حتى بدون تفكير. إذا أسألها جوز الغيرك ما يصفن بها شوية. أنا أشكرك شكر جزيل. رئيس الوزراء الأسبق. هذا كمثل عندهن يقول ريتك نسيب ولا ابن عم. صحيح. إيه. وكم ثال هواي عن نسيبها هواي. أنا أشكرك شكر جزيل. حياك الله، شكرا لك. مرحبا. على كل ما تفضلت به. إن شاء الله لقاءات تتجدد أكثر وأكثر. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكر موصول لكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.